وجت يومان من اللقاءات المكثفة بين وفد غرفة تجارة وصناعة عمان والمسؤولين في جمهورية جزر القمر الاتحادية، وعلى رأسهم فخامة الدكتور أكليل ضنين رئيس الجمهورية، توجت بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني القمري في خطوة متقدمة نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين. الاتفاقية التي تم بين غرفة التجارة وصناعة سلطنة عمان وغرفة التجارة وصناعة وزراعة جزر القمر تكون انطلاق لتطوير العلاقات في مجالات أخرى في كلا البلدين، حتى يكون التعاون مثالي ومفيد لكل البلدين، نأمل ذلك. الاتفاقية تأتي بدعم خاص من السلطنة لمساعدة جزر القمر للنهوض الاقتصادي واستثمار المقومات التي يتمتع بها هذا الأرخبيل، خاصة في المجالات الزراعية والسمكية والسياحية. أشكر سلطنة عمان والسلطان قابوس، أشكر الرئيس أكليل ضنين رئيس جزر القمر على إرادتهم لتقوية العلاقة بين البلدين الشقيقين. بهذه الاتفاقية تكون جمهورية جزر القمر الاتحادية قد فتحت أبوابها أمام المستثمرين العمانيين وفق شروط وقوانين ميسرة تساعد على جذب الاستثمار ووضع القمر الاتحادي على خارطة الدول الجاذبة للمستثمرين. يوسف الهوتي، تلفزيون سلطنة عمان، موروني.